لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكر وهاب. لاباس عليكم، نتمنى تلقاكم هذا الفيديو في كامل الصحة والعافية إن شاء الله. اليوم بغيت نتقاسم معكم الفرحة ديالي أنني توصلت بالكود أدسنس أخيرا، وبغيت نتقاسم معكم لأن الفضل كيرجع للناس اللي متابعيني والناس اللي شجعوني، وكذلك بهذه المناسبة بغيت نشكرهم ونقول لهم شكرا لكم بزاف بزاف. وانا بغيت ندير هذا الفيديو باش نشجع الناس ينوضوا اللي جالسين في الدار ما كيديروا حتى شي حاجه، يديروا شي حاجه في حياتهم ويعاونوا راسهم. فغير بالتليفون انك تقدري توصلي وديري شي حاجه. الكود هذا توصلت به من بعد ما تفعلت لي القناه الحمد لله. فمن بعد ما تفعل القناه كي الجوجل او يوتيوب كيصيفط واحد الميساج، كتجيك الميساج كيجيك في البواط ميل ديالك وكيصيفطوا لك من بعد ان غادي توصلي بالكود في البريد. فدازت واحد السيمانه من بعد ما توصلت بهذاك الميساج وانا توصل به في البواط ليتر ديالي لقيته. كانت وصلوا به على هذا الشكل، هذا البره هذه حليتها، تمشتوا الطريقه باش حليتها. وملي كتحلي كتلقاي واحد الارقام اللي هما كبارين باينين، حتى الناس اللي ما كيشوفوش كيفكروا فيهم انك دوك الارقام شي ستة الارقام تيكونوا باينين مزيان. كتقبطيهم ولا كتقبطهم وكديرهم كتحل الادسنس وهما كيوريوك لي زيتاب اللي خاصك تتبع. كاين الايطاب الاولى والايطاب الثانيه والايطاب الثالثه والايطاب الرابعه. فساهل، كتمشيو للادسنس وكتمشيو لهذا google.com/adsense وكتمشيو للايطاب الثاني اللي هي بارامتر صافي، وكتدخلوا الارقام ديالكم وكتفاليديو لادريس اللي عندكم وكتبركو على اونفويي وصافي، وكتسناو ما كديروا حتى شي حاجه اخرى. فبهاد المناسبه انا حاجه وحده اللي بغيت الهدف ديالي من هذا الفيديو ماشي انني باش نوريكم انني توصلت بالكود، ولكن الهدف ديالي انني خصني نشجع الناس اللي جالسين في الدار مربعين يديهم ما كيديروا حتى شي حاجه. فما فيها باس انسان يقبض واحد التليفون يصور يدوز وقيات صور وصفة، ندير لما يقدرش نصور وصفة يشوف شي محتوى اللي هو زوين ينفع به واحد اخر ويصور ويدير واحد يشخ هذا يعني يدوز الوقت ديالو وهو فرحان في هذاك الشيء اللي كيدير. فانا كيعجبني نصور وكيعجبني نبارطاجي، علاش ما نديرش واحد القناه اللي انا نستفد منها ويستافدوا منها من ناس اخرين. وهاد القنوات اللي كنديروا اللي كيكونوا محترمين ان كتلاقيك مع ناس محترمه، كل ما كان المحتوى ديالك محترم كيجيوك ناس محترمين، كل ما كانت القناه ديالك ما محترماش كيجيوك ناس ما محترميش، وكل واحد وكيرتاح في هذاك الشيء اللي كيبغي واللي كيلقى راحته فيه. فاللي بغيت نقول لكم ان شكرا للناس اللي متابعيني، شكرا للناس اللي كيوريوني، لان ماشي كلشي كنعرفوه وماشي كلشي كان حتى واحد ما كيزيد معلم. كتلقاي ناس اللي الله يعمرها سلعه كيوريوك لله في سبيل الله، انت ما كتعرفيش واحد الحاجه كيوريوك. كاين الناس اللي كيزيدوا يشجعوك، كتكوني طايحه الارض
كتقولي صافي ما عنديش الزهر، ما نقدر ندير والو، كيجي واحد الانسان كيشجعك. ولكن كل شيء رضات الوالدين، والله سبحانه وتعالى كانت مكتب لك شي حاجه كتوصلك. فانا من هذا المنبر كنقول للناس اللي شجعوني شكرا بزاف، والناس اللي كيوريوني شكرا بزاف، والناس اللي كيدعموني شكرا ليهم بزاف، والناس اللي كيبارطاجيو ليا القناه ديالي شكرا ليهم بزاف، شكرا للجميع. وكل واحد اللي بغى شي حاجه الله يسهل له فيها، واللي بغى شي حاجه اللي بغى شي رزق يا ربي ترزق لاي واحد من حيث لا يحتسب، كل واحد الله يعاونه. وشكرا لكم بزاف اخواتي، ونخليكم مع هذا الفيديو اللي قبضتو صورتو قبل ما يجيني الكود. قلت علاش لا نتقاسم معكم هذه الطريقه هذه اللي كنت غاده فيها واحد البلاصه في غير تولوج، صورتو صراحه زوينه، سحر الطبيعه في البرد، وهذا والاشجار مغطيه بالثلوج. بغيت نتقاسمها معكم، نخليكم مع الفيديو، وشكرا لكم بزاف. وان شاء الله الفيديو قادم ان شاء الله، نتمنى تلقاكم هذا الفيديو بالصحه والرزق والتيسير، وتدخل عليكم هذه السنه الجديده باش ما تمنيتو ان شاء الله. وشكرا لكم، بالسلامه، والى وصفه والى فيديو قادم ان شاء الله.